هربش منين من المنصور؟ وحدث معاه بتاعك؟ ايوه ما انت واقف معايا ولا ايه؟ الباشا عندي من لا معلش يعني هو البصمه دي ايه بقى شغلك؟ وده من المنصوره ما اعرفش منين من المنصوره. تواصل مع اولادنا منهم كريم. ضحك عليهم وقال لهم سافرتوا فين؟ سافرتوا ايطاليا عن طريق ليبيا. كريم كلمني مش كده كان عايز يسافر بقى كريم ده خدهم من ورانا والله خدهم من ورانا الله طب انت مش انا شغال اللي دافع الفلوس اللي دافع الفلوس كريم ولا بعد ما ماشي انا اللي بوم خدوا عملنا بالتليفون ودوا منينا البوست والعيال مش ولا اقل العيال مش ومش هيبقى منهم كريم وراحوا ليبيا راحوا ليبيا لقيت مين بقى اللي متصل بيه؟ عبد ساعد عبد ساعد بقى طبعا مش عارف اتصل بيها اتصل بيك خد جاب نمرتك من ايه؟ من ابني جاب نمرته خد نمرته خد نمرته نمرتي من ابني من كريم ابني واتصل بيه وقال لك ايه؟ قال لي ما معكش الفلوس اقول لا كده ولا كده حتى لو انت قلت لي ارجع هتدفع الفلوس هيسافر هترجع الفلوس وقال لي قال لي فلوس قد ايه؟ فلوس قد ايه؟ 65 ها؟ 65 قال لي طلب منا طلب مني فلوس حوالي 65,000 جنيه وقال لي لازم تدفع الفلوس دي سواء ابنك هيسافر او هيرجع كده؟ دفعت الفلوس لمين بقى؟ في البوست تاني رقم لمين؟ لمين؟ لعبد سعد؟ طب فين الواسطة؟ والله ما معايا يا استاذ كنا نعرف بس يا استاذ والوصل ده انا كنت جبت الوصل كنت بره تحت والله ما خد مني حاجه لا انا عارف ان احمد ما خدش والله ما خد مني حاجه ولا شفت دقايق ولا بخاطر عبد سعد انت وديت الفلوس بعت له فلوس عن طريق الوصل صح؟ فين برضه ما في وصل يا باشا ما اعرفش حاجه باشا انت اللي فلوس انا مش عارف يعني دلوقتي من واحد تاني ورقه بس ما اعرفش والله مين اللي اداك الورقه؟ الاستاذ اللي في البوسطه فين الورقه؟ والله ما هي في البيت ولا في البيت احنا ده احنا بنعين الحاجه كده وبتترمي